الكلام اللي هقوله دلوقتي هيأمن بيه اللي مر بتجربة مشابهة، وهيفتكر كلامي ده اللي هيقع في موقف زي اللي هقوله دلوقتي. ثق تماما ان مفيش حد هتقابله في حياتك صدفة، لان كل شخص هتقابله في الغالب هيكون ليك معاه قصة انت ما كنتش تتوقعها، ده غير ان اي كارثة بتقع فيها في الغالب بيكون جالك تحذير قبلها، بس انت اللي مركزتش عشان تاخد بالك. الصورة التذكارية هذه لطلبة مدرسة كولومبين الأمريكية، في آخر الصورة على اليسار هناك شابين يشيرون بأيديهم كأنهم حاملين بنادق. عام 1999 حدثت مجزرة في هذه المدرسة، قتل وأصيب فيها 33 طالب على يد الشابين اللي كانوا يخططون وقت التقاط الصورة على تنفيذ جريمتهم. الشابان عانوا من التنمر على يد زملائهم في الدراسة، فقرروا الانتقام من الجميع للدرجة التي جعلتهم يقوموا بإعداد خطة لتفجير صالة الغداء في المدرسة لقتل كافة الطلاب دفعة واحدة. خطة التفجير فشلت، لكن نجحوا في إطلاق النار من بنادق وقتل وإصابة 33 طالب. وقت التقاط الصورة لم يتوقع أحد أو يفهم معنى إشارة الشابين، ولم تؤخذ محمل الجد مع أنها كانت رسالة لو لاحظها أحد لتم إنقاذ القتلى. كذلك أنت ستظهر لك إشارات تحذيرية في مشوار حياتك، عليك أن تلتفت إليها وإلا ستدفع الثمن غاليا.